مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى نتواجد في مدينة القنيطرة في الملف الشهير لعدد كبير من المغاربة تبعوه ملف محمد بن طازوت محمد بن طازوت دوز حوالي 21 سنة سجن وهو يؤمن بالبراءة الآن محمد بن طازوت من بعد من خرج من السجن اختار انه يناضل ويحتج على البراءه ديالو بطريقته الخاصه الشرط اللي كان عند محمد هو يدير زنزانه انفراديه في السطح المنزل من اجل الصوت ديالو يوصل للبراءه ديالو لا زال الان يطالب بالبراءه ديالو محمد بن طازوت حوالي سنتين او ثلاث سنوات وهو في المنزل واشكاليه كبرى في هذا الملف حتى لا ننسى محمد بن طازوت الكل يناضل من اجل هذا الملف ولكن محمد بن طازوت الان لا زال في الزنزانه الانفراديه ديالو في المنزل والعائله تعاني الاب ديالو متقدم في السن الاخت ديالو اللي هي على جد مقربة مني استاذه في التعليم ناضلات بشتى الطرق المشروعه والقانونيه من اجل تبيع الحقيقه اكثر في هذا الملف امور اخرى فيها الوسط العائلي اسرار وحقائق تنشر لاول مره فيما يخص العائله ديال طازوت غادي تتبعوها معايا في حلقات بطبيعه الحال غادي نشوفوا القصه اللي تنوي الراي العام اكثر في الموضوع مع الاخت ديال محمد بن طازوت استاذه خديجه اللي غتروي معنا من الاول احترام الراي العام اللي ما هذا الملف استاذه خديجه شكرا لك وسي محمد كاين حدانا اذا كان ممكن تعاودي معي القصه دي محمد من الاول احتراما للراي العام الناس اللي ما عرفوش هذه القصه السلام عليكم اولا السلام عليكم تحيه للجميع شكرا للاستاذ يوسف بعدا القصه صعيب باش نلخصها ولكن غنحاول تلبيه لبعض المشاهدين اللي ما عارفينش القصه غادي نعطيها باختزال أه وقعت واحد الجريمه في سنه 1998 أه، الضحية كان واحد الأستاذ احتراما العائلة ديالو ما غاديش نقولو اللقب أن نقولو غير الاسم ديالو الأستاذ علال أستاذ مادة الاجتماعيات أه، تقتل بواحد الطريقة اللي غريبة في ديك الوقيتة مازال دابا مؤخرا ولينا كنسمعو هذا كرد هذا هذا لا حدا في البير ولكن في 98 كانت الجريمة غريبة من النوع ديالها علاش لأن الأستاذ أولا بعدا خصنا نشير بأنه كان أستاذا رياضيا كانت عنده الصمتة الكحلة في الكاراتي وكان قوي البنية الجسمية ولكن تم استدراجه مع إلى أي مكان الله أعلم وقاموا بتقطيعه وفصل الرأس دياله ووضعوا الرأس دياله في واحد المؤسسة والأطراف دياله في بلاي أخرين إذا الجريمة كانت غريبة في المدينة والمدينة استنكرت وهذا والشرطة كانت كتحقق مع مجموعة من الناس قزار شي واحد رياضي هذا في نهاية المطاف جو الاخ ديالي الاخ ديالي شنو علاقته بالقضيه غير كانوا كيسولوا شكون هذا اللي تقتل شكون هذا قال لي مره واحد راه سمعت واحد في الدرب زعما كتعرفوا الاحياء الشعبيه شكون اللي مات شكون اللي هذا قال بان راه واحد الاستاذ ديال الاجتماعيات وراه كاين فات قرا اختي واحد العام صافي جاو الشرطة عنده على أساس أنه إنسان مشهور وكان ملاكم ومعروف وكيجيو عنده كي, يجيب عندو كي كي سولوه اليوم غدا اليوم غدا واحد النهار وقعت واحد واحد الواقعه هي ان واحد السيد حدانا دابز مع واحد مول المحلابه ويتجرح في يديه هذيك الجرح اللي تجرح هذاك السيد اللي كان تيحقق داك الضابط اللي كان تيحقق كان حاضر لان انا اقسم بالله العلي العظيم كنت كنجي من الرباط لان كنت كنتابع الدراسه دي ديالي العليا في الرباط كنجي كنقول له علاش هذا كيجي عندك دائما فكنجي مثلا السبت والحد كنقول له علاش كيجي كي كيقول لي ما ديرش ما تخافش ما ديرش ما تخافش المهم رجعوا القصه لواحد واحد الظرف ديال داك السيد اللي سميتو الجعبه العربي دابز مع واحد مول من المحلابه تجرح يعني استغل هذيك الظرف قال له عطيني ذاك التريكو اللي حيت تقاس بواحد الطريف ديال الدم مع ان هاد الجريمه راه وقعت في شهر 6 والاستاذ كان مات في تقتل في شهر 4 يعني مسافه زمنيه بعيده وغايستغل هذاك الضابط هذا التريكو هذا وخلاه وخبعوه حتى الـ 24 من شهر 8 يعني على مقربه من شهر سعود عاد تم القاء القبض عليه الاخ ديالي على مستوى الـ يعني الـ الاطراف او العناصر ديال الجريمه ما كان حتى شي عنصر يعني الشرطه راه ما عرفات لا الجريمه لحد الان حتى شي واحد نقرب معك استاذه انا فهمت القصه أه. وهاد المعلومات اللي قلتي انا عارفهم أه. ولكن الراي العام باش 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 يفهم مزيان أه. هاد المحلابه ديال هاد السيد اللي ضرب مع المحلابه أه. شنو دور السي محمد السي محمد جاب باش يفك أه. مش نستفهم تفهم معاك آه السيد الاخ ديالي هو هكاك معروف عليه واخا بعض المرات حنا كنقولوا لي لا دخل سوق راسك وهذا الا شاف شي وحدي مدابزين ضروري تدخل هذاك السيد اللي كان سكران اللي شرب اللبن وهرس الكاس ما عجبوش اللبن قال لك جا حامض مشى كي كيدابز وذاك الضابط راه مع الاخ ديالي في الحانوت كيشربوا كي اتاي وهذا مشى فكهم هذيك الفكه واحد النقيطه ولكن مع ذلك من الناحيه القانونيه هذاك الدم لا علاقه لنفرض انا مثلا عندي تريكو فيه فيه دم Okay. <laughs> المفروض ان الشرطه القضائيه تقول لنا مثلا واش الشرطه غادي تخاف منها تقول لك هذا الدم ديال الاستاذ ما كاينش حتى في المحاضر هذيك لا تعد دليلا علاش لان ممكن الانسان يتصاب بان لابس تريكو مثلا فيه دم ولكن ما كاينش اثبات ديال انه ديال الاستاذ مع ان الاخ للوقت الوقت ديال ارتكاب الجريمه ما بين الخمسه حتى غد عنده في جميع الاطوار شكون الناس اللي كانوا معاه كان واحد السيد جا صايب ليه التلفازه مع الثمانيه داك النهار كاين الناس تعشاو عنده كانوا كيتفرجوا فيلم ديال تيتانيك وجاو معاه وكاين وحدين اللي دا كان داير معاهم لا غدا لان داك الاستاذ تقتل في الجمعه عفوا في الخميس والصباح كانت الجمعه والصباح كان داير مع ناس اللي غيمشي يلعب معاهم الرياضه بمعنى الشهود ديال وقت ارتكاب الجريمه كلهم كاينين واعترفوا قدام المحكمه وللاسف الشديد ما ذاك الشيء كامل ما تخادش بعين الاعتبار. غادي نعم. نذكرك عاوتاني ملي قلتي لي مساله الدم ديال النقاش ديال المحلابة نعم. انه حتى الخبره ما كيناش. نعم. إذا تذكرتي معايا الخبره ما كيناش وحتى هذاك السيد اللي كان كان داز معايا في واحد الحوار اللي كان هو الدار في المحلابه والدم ديالو كانوا هما دايرين معاه او بلوس وهو ماشي هذاك هو الدم ديالو يعني الضحيه حتى هو ماشي الدم ديالو والخبره ما كانتش في الملف هذا صحيح تبارك الله الاستاذ يوسف حنا معك كثرة ضغوطات والله العظيم شي تفاصيل كتمشي ولكن انت ما شاء الله يعني لانك انت درتي لقاءات مع شهود كاملين من ديال الخمسات حتى لغدا انت تقريبا راه حافظ الملف بزاف فعلا ان الخبره اللي دارت واخا كما قلت هذاك ماشي دليل الخبره اللي دارت مثلا الشرطه العلميه شنو دارت دارت بان الاستاذ عنده فصيله او ديك النقيطه اللي في تريكو عندها فصيله او والجعب العربي كان حاضر ودا المختبر فصيله او حنا هنا السؤال اللي طرحه علاش الشرطه العلميه ما تبسط لناش الجزئيات ديال ديال مثلا واش اوبليس ولا اوموا ولا اذا هاد التفاصيل هادي ما كايناش وهذا دليل على ان مليار في المية بان الدم اللي في ماشي ديال الاستاذ لانه كان على الاقل غيقول لك راه اوبليس باش يموه شويه غيقول لك اوبليس 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 ما كاينش هاد التفاصيل السؤال الثاني الاستاذ اللي عندي معك هو على الشهود مم. الشهود في هذيك الوقيته ما كانوش في المحكمه علاش اللي كانوا دازوا معايا في فيديوهات من بعد انا غنتكلم عليهم ولكن في الظرفيه الاولى ملي كان السي محمد في الاعتقال الشهود كانوا يقدروا يبينوا حقائق شنو هو السبب اللي مخلى دوك الشهود اللي غنتكلم عليهم انه ما يكونوش في الجلسات آه بزاف ديال الشهود بعدا باش نذكر بواحد القضيه مجموعه ديال الشهود ما كانوش كيبغيو يحضرهم حتى كنا كنديروا شكايات للمجلس الاعلى للقضاء وكيتم احضارهم من بيناتهم ديك الاستاذه اللي شافت اخر مره السيد اللي تعشى معاه عطى آه الوصف الدقيق ديال اشنو كلا ديك الليله كلا كبدة ديال الدجاج مطيبة في مقلة مع البيض وكانت المدينة القنيطرة كاملة مرعوبة من هذا الملف إذا الشهود من اللي بداو كيتراجعوا ماشي تراجعوا ديال كيقول كي لك ما عقلناش آه كل اللي باس وقالوا آه بتنا الخميس ولكن ما عقلناش مع التذكير أنهم في المحاكمة الثانية لأنه تقبل ليه النقد الأستاذ بواحد الطريقة ديال الأسئلة ضبط داك الشاهد اللي قال ما عقلش قال له إمتى سمعتي الجريمة قال لي ديك الليلة اللي لبس عند بن طازوت غدا مشيت كليت كسكسو عند أختي وأختي قالت لي راه كيراس بمعنى ديك الليله اللباس بمعنى راه كاين اثبات السؤال هو الاطار القانوني التتبع اللي درتو الساده باش طالبتوا انتم قدمتوا للنيابه العامه في الرباط طالبوا طالبو باعاده البحث واعاده المحاكمه اذا صح التعبير من اجل اثبات البراءه ديال محمد بهذه القرائن اللي كتوفروا عليها فين وصل الملف في الان؟ آه، شي ناس شافوا الفيديوهات قالوا لنا راه كاين سامعين شي مستجد شنو هو هو واحد الاستاذ قريب المدرسة في تلاقى الراس ديالو قال بانني انا قتلت المستجد الاول بمعنى دابا الدوله كانت كتسنى منا الا جبنا له مستجدات اذا كان استاذ قال بانه انا قتلت الاستاذ وبحال دخل حاله نفسيه في ديك الفتره اللي تقتل فيها الاستاذ ها المعطى الاول ديناه القنيطره بل لينا ديناه لرئاسه النيابه العامه وكنأكد وانا كان الاستاذ فين أه قال هذا الشيء استاذ؟ قالها للجار ديالو واحد السيد كان كيصايب عيد اللي كابين تليفونك اللي كان داك دو دو الجار شهد بج أه شهد لان انا جاياك بمعنى راه المسطره خدات يعني تفتح فيها تحقيق ماشي ما تفتحش أه قبل بعدا باش يعرف الراي العام بان حيت بزاف كيسولونا فين وصل هذا حنا ما تنكذبوش راه ملي مشينا مثلا 2017 ملي بدات كتحرك القضيه درت شكايه لرئاسه النيابه العامه وتم استقبالي من طرف قاضي في رئاسه النيابه العامه شفويا ودار معايا جلسه وبدا كيسولني ومن بين الاسئله قال لي علاش رفض العفو عاد شرحت ليه بانه راه ماشي رفض راه ما مضاش باش توصل لسيدنا الله ينصرو وقال لي جيبي لي الملف يعني بحال ما ما تيقش داكشي اللي عاودت لي قال لي جيبي لي الوثائق جبت له نسخ الحكم والاشهادات كلشي عطى التعليمات ديالو لمدينه القنيطره باش يديروا يباشروا بهذا مدينه القنيطره يعني هنايا فين كان كان, كان المشكل بان مستجد عاوتاني ديال الاستاذ اللي قال انا قتلت بان مستجد اخر هو ان الاخ ديالي ملي خرجاتنا واحد الرسائل بالخط ديال اليد كتقول بان الكلاسور ديال الاستاذ راه تحرق في واحد الدار هنا في ابيطا المسجد الثالث واحد السيد اللي جا الاسم ديالو استاذ حتى هو يعني الحلقه كدور في مجموعه من الاساتذه استاذ اللي جات الاسم ديال الاسم ديالو في الرساله ديال الاستاذ الله يرحمه علال قال لهم الا وقع لي شي حاجه انا كنتمي لتنظيم سري وكذا ولا وقع لي شي حاجه سيروا الفلان ما بغيتش نذكر الاسم ديالو سيروا الفلان الضابطه دارت بحث معمق وقلبت الدار حنا عمر شي واحد ما جا قلب لينا الدار يعني مثلا يقلبوا على الاداه شي حاجه عمر ما ما اذا هذاك الاسم هذاك جا عندنا ملي خرج الاخ ديالي جا مشى ما عرف واش كان شارب ولا ما عرفش وجا قال لك علاش كتقولوا للقنوات بان الاخ ديالكم بريء، اذا واش باغي نتورطوني؟ هذا مستجد، يعني من حقنا نعتبروها قارينة ما دام الاسم ديالو جا وكان هو المشتبه الاول، وملي خرج الاخ ديالي جاي كطالبنا باش ما نطلبوش بالبراءه. أستاذ هذا تحليل، فيما يخص تكلمي لي على ذاك الشاهد، اللي شهد قال له الاستاذ هذاك الشاهد، شنو الاجراء اللي الاجراء اللي هو ان السيد الوكيل ملي جات الشكايه من رئاسه النيابه العامه أعطت تعليمات لرئيس الفرقه الجنائيه شخصيا. قال له يباشر بالملف ما عندناش مشكلة راه التقاعد دابا مؤخرا هذا السيد هذا رئيس الفرقه الجنائيه باشر البحث غير هي كنت كنجي لان انا بالاسم ديالي وداك الشيء كيت كنمشي نخدم وهذا وكنرجع بقات واحد المده ديال ست شهور شفت المشكل بدا كيتعطل وبحكم ان الخدمه ديالو كان عنده ضغط وكيخدم خارج قنيطره وهذه اخر المطاف قلت له زعما اما غنشوفوا هذا الحل ولا نشوف شي اجراء اخر لان السيد خصكم تسولوه انا اعتبره حنا قرينا دار الاجراء مشاعية السيد اللي قال الهضرة يعني اللي ساكن حداه تم استدعائه والسامع لي واكد بان هذاك الاستاذ رقل. وإحنا وحنا بعدا قبل ما نمشيو للضابطه راه تاكدنا بان هذاك راه استاذ بالفعل ومشيناش من الدار ماشي غير دينا خبر هكاك صحيح. آه. لكن هذاك الاستاذ اللي هو المعني الان لا, لا هو شخص فاقد الاهليه يمكن لا ماشي فاقد الاهليه انا شفتو بعيني لاني درنا ليه م... لا ما تصنتوش لي ليه هو ديال البوليس المهم كنا كنراقبوا شويه انا والاخ ديال ابراهيم مره مره, مرة كنمشيو كيجلس في قهوه وهذه غير هو نقاطع على الدراسه علاش الله اعلم وعيطوا ليه تصنتوا ليه هو المعني لا غنقول يعني لك المشكل دابا فين وقف التحقيق ماشي ديالنا حنا المشكل ديال هذا المحكمه شنو دار ذاك الضابط اه ملي بدينا كنسولو علاش ما مشيتوش مشينا معاه ودانا انا والاخ ديالي وريناه الدار والسدعه وسمع الشات ولكن المشتبه به ما عيطوش له ملي مشيت قلت له علاش حنا هذاك مشتبه به نعتبروه قارينا وربما يكون مفتاح ديال اننا نعرفوا الحقيقه قال لي راه مشينا بالحرف قال لي مشينا باش نهبطوا راه تيطلع علينا من السطح وشير علينا بشي حاجه راه خصنا نرجعوا الملف للسيد الوكيل باش اذن اذن باقتحام المنزل هذا من هنا كندير واحد المناشده لعائله الاستاذ علان ما كنقولش اللقب بطبيعه الحال كناشد العائله ديال الاستاذ بان الكلاسور ما كاينش في المحضر ما كانش في المحجوزات اذا حنا جاتنا معلومات في الوقيته اللي يلا الاخ ديالي خرج وكان ديك الروينه ديال الناس كيجيو كي هذا جات جوج ديال الرسائل رساله بالخط ورساله مكتوبه بالداكتيلو بلوغ زعما كيقولوا كي آه تفاصيل الدار في ولكن تحرقات اذا كنطالبوا بالعائله حتى هي تساهم حنا بغينا نوصلوا على الحقيقه اذا الا كان الكلاسور ديال الاستاذ فينا هو ونذكرك استاذ راه كاين في الملف بان الشرطه لقات واحد الكلاسور ديال ديال شي صديق ديال الاخ ديالي وتا محجوزات ولكن الشرطه ما قالتش بانه ديال الاستاذ لان ضروري غيجيبوا العائله ديال فينا هو الكلاسور الاستاذ حنا عندنا دابا الجواب بان الكلاسور تحرق هنا في لابيطه من طرف الاستاذ اللي كان الاسم ديالو في المحضر آه بالنسبه للمستجدات دابا انتم راه غادي تلاقاو الاستاذ الاستاذ حميد كريري والاستاذ رشيد الطاس عن الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان طوعوا وجاو عند الاخ ديالي راه تقريبا شي عام وزياده كيديروا ملتمسات وكيعطيو فرصه لهذا وجات مع بزاف ديال الظروف المهم بزاف ديال الظروف وجات عاوتاني داك هاد المشكل ديال الاضرابات الى غيرها من من الامور داكشي علاش طوال القضيه ولكن دابا الاستاذ راه مصمم غيدير خطوات اخرى وممكن تمشي القضية اننا نرفعوا دعوه على على الدوله أستاذة شكرا لك الله يوفقك مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذه هي القصه ديال محمد بن طازوت كما قلت في السابق امور اخرى اجتماعيه ما تعرفوهاش المغاربه عائله بن طازوت ما عندهمش شي واحد في افراد العائله له صوابق قضائيه عائله رياضيه بشكل كبير وعلميه في نفس الوقت الاستاذه هي استاذه ديال التعليم في الدوله كان الامنيه ديالها انه وصلت الخطوات كتهيئ في الدكتوراه الا ان واقعه الاخ ديالها غيرات لها المسار وهنا فين بقات في التعليم ديال الدوله ما قدرتش توصل للدكتوراه هذا شق مهم كذلك هناك اخوه ديال محمد اللي في النادي القنيطري في رياضه المصارعه وامور اخرى عائله عندها الشغل الشاغل ديالها هو الرياضه والعلم الا ان واقعة السي محمد غيرات امور ما هو حتى لا ننسى الاب ديال محمد بن طازوت متقدم في السن والامنيه ديالو انه يكون جالس بالرفقه ديال الابن ديالو محمد ولا زال الوضع الصحي ديالو شيئا ما ليس على ما يرام والامنيه ديالو انه يخرج للشارع ويتمشى مع الابن ديالو محمد هذا هو ما نتمناه مشاهدينا الكرام هذا شق اجتماعي محض كما يبقى الاطار الثاني اللي هو الاطار القانوني ونعلم جيدا العاطفه والتنظيم لا يلتقيان انما ما يهمنا اكثر هو حقيقه محمد بن طازوت اذا تبين او ثبت انه له البراءه لما لا؟ أننا نحاول بشتى الطرق المشروعة والقانونية كل من ساهم من حقوقيين من محامين من ناس القانون لتبيان الحقيقة أكثر من هو الجاني ومن هو الضحية محمد ينادي ويطالب بالبراءة دياله لتنوير الرأي العام أكثر هناك مستجدات أخرى عندي فيها معلومات غادي نشوفوها مع السي محمد مباشرة تبعوا معايا